زي ما شفنا في الفقرة اللي فاتت كان معانا تجربة ناجحة جدا لجوازة الراجل فيها أصغر من مراته في السن، لكن بقى لازم نعرف رأي المجتمع، هل المجتمع بيتقبل فكرة أن الراجل يكون أصغر من مراته ولا لسه العادات والتقاليد هي اللي بتحكمنا، وأن لازم الراجل يكون أكبر من مراته في السن زي ما احنا متعودين عادة؟ أسئلة كتير الحقيقة هنعرف إجابتها مندي وفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو عسل أبيض، الإعلامية سحر عباس وهي الإعلامية وكبيرة مذيعات ماسبيرو طبعا التلفزيون المصري، وإيمان نضال وهي الإعلامية طبعا اللي هيكون منورنا النهاردة، طبعا الأستاذة سحر هتكون رافضة أما الإعلامية إيمان نضال فهي مؤيدة. خلينا نشوف النهاردة رأيهم إيه وليه هي رافضة وليه هي مؤيدة. مساء العسل الأبيض عليكم. مساء الفل. منورنا. طبعا أنا عايزة أقول لكم إنه المجتمع عنده شوية تابوهات وشوية أفكار طبعا في منها كتير اتكسر على مدار السنين اللي فاتت خصوصا اخر 10 سنين. منهم الزواج العكسي ما بين الزوجين في السن، انه الزوجه تبقى اكبر من الرجل في مساله السن. انا عارفه ان الاستاذه سحر من الناس اللي غير مؤيده للفكره دي خالص، بل بالعكس انت رافضه، فنعرف ليه رافضه وايه الفكره او الفيدباك اللي عندك من ناس كانت قريبه منك. هي فكره الرفض الحقيقه، اولا انا بحييكم وبحيي المشاهدين كلهم، وانا سعيده ان انا معاكم النهارده في عسل ابيض. بدايه ان انا حاسه ان يعني مش حاسه من خلال التجارب اللي انا شفتها، فكره ان الراجل يبقى اصغر من الست غالبا الى حد ما، احيانا كتير قوي يمكن هي الغالبيه العظمى، حتى لو كان في الاول بيبقى عادي لكن بمرور الوقت لا بيبقى في مشاكل، لان غالبا بيبقى هو مستسلم الى حد ما لان الست هي اللي بتقود المسيره بتاعه البيت. الفكره دي على ما اعتقد بتخلي في منازعات وفي خلافات وفي مشاكل، حاجه من الاثنين، يا اما هو هيستسلم في النهايه وبالتالي هتحصل مشاكل ويحصل بقى غضب داخلي، ولما هو يكبر هيبدا يزهق من الفكرة دي ويدور بقى على حد هو يمارس عليه دور الزوج أو دور الرجولة الذكوري يعني. على أساس أن رجولته بيعرف يمارسها لما يحس أن اللي قدامه أضعف أصغر أي حاجة من الحاجات دي؟ مش شرط أضعف، فكرة أن هو الست بتبقى مخها ناضج عن الراجل أكتر، ده صحيح. فكرة النضوج دي بتخليه هو بيحاول يدافع عن نفسه بكل الطرق لغاية ما يحاول أن هو يثبت أن هو أحسن أو أقوى، فبالتالي بيدور على حد، وفي النهاية هي الست بتبقى خسرانة، هو ما بيخسرش حاجة على فكرة، هي الست اللي بتخسر والبيت بيخسر والولاد كمان بيخسروا. إيماني رأيك في الكلام ده؟ لا هو أنا مش شايفة كده، أنا شايفة اللي زي ما احنا بنقول احنا عمالين نكسر حاجات في العادات والتقاليد والكلام ده كله، فلا أنا شايفة إن عادي. أنت متزوجة؟ أنا متزوجة. وجوزك؟ أكبر مني 3 سنين. طيب يعني أنت بس لو تعرضت للموقف العكس، لا أنا موافقة جدا إن أتجوز واحد أنا أكبر منه. ليه بقى؟ بصي هو ما حدش بيعرف يحكم على العلاقه غير صاحب العلاقه، يعني انا ولا استاذه سحر احنا بننظر من انتوا مش في التجربه بالضبط. يعني احنا صحاب تجربه. تمام. صاحب العلاقه هو اللي بيقدر يقرر اذا كان علاقه صح او غلط، سليمه او غير سليمه. بس انا مثلا شفت تجارب قدامي كذا حد من اصدقائي، واحده صاحبتي متجوزه واحد اصغر منها ب9 سنين، جوازه بقى لها حوالي 10 سنين دلوقتي، عايشين مبسوطين جدا. لما جوزك كان عندهم كام سنه؟ دي تفرق برضه، خلي بالك 9 سنين ده كتير. كان عندهم كام سنة؟ لا هي وقتها كانت في نص الثلاثينات وهو كان نص العشرينات. ناضجين يعني كبار يعني. طيب ماشي. ما اعتقد يعني الزمن اختلف فالناس بتعرف تحكم العلاقات كويس، يعني فالناس بتبقى عارفه بتختار ايه اكتر، يعني بتروح ازاي. يعني انا لو جيت اتجوز واحد انا اكبر منه فاكيد انا لازم ابقى فاهمه دماغه وهو فاهم فرق السن ومتفقين ده مش هيعمل بينا وبين بعض مشاكل. فانا شفت علاقات كتير جدا ناجحه قدامي من اصحابي، فلا انا مش شايفه ان ده مقياس ان الست اللي بتخسر او ان العلاقات اللي دايما الست اصغر فيها اكبر فيها بتبوظ. بالعكس اوقات انا فعلا اصحابي دول عايشين كويس جدا، ودي مش تجربه واحده، انا عندي 4 أو 5 تجارب في اصحابي عايشين كويس جدا. عايزه اقول صاحب التجربه في النهايه يعني هم اللي يقدروا. استاذ سحر، بما انه فكره انه زواج الست من رجل يصغرها في السن دي فكره ممكن تبوء بالفشل في كثير من الاحيان، لانه عاده مش كل قاعده حاجه ممكن تيجي وتكسرها فتكمل، احنا بنتكلم على النسبه الاكبر يعني. هل تعتقدي انه الاجيال الجديده ممكن الفكره دي تكسب او تنول حظها اكتر من الاجيال اللي فاتت، اللي احنا عارفين انه زمان ها بيبقى الراجل عايز يمارس رجولته من خلال الشخط اللي هو اقوى، ان هو لازم كلمته هي اللي تمشي، فما ينفعش يمشي كلمته على واحده اكبر منه مثلا. دلوقتي الوضع اختلف شويه، هتغيري رايك مع الاجيال الجديده ولا هيفضل نفس التفكير؟ انا رايي مش هيتغير. لكن ممكن الاجيال الجديده انا حاسه ان هم بيغيروا رايهم، حاسه ان وجهه نظرهم بقت مختلفه زي ما ايمان بتقول كده. لا هم كلهم بقى كل حاجه بقت خارج المالوف،
بما فيها الافكار اللي بنتكلم عنها دلوقتي يعني. بس انا لما جيت مثلا وانا جايه لكم بقول لصاحبتي انا جايه، وكنت بعرض ان انا اخدك معايا لان انت هي اصغر اكبر من جوزها، فقالت لي اه يا ريت. قلت لها قلت لهم والله تبقي انت وجهه النظر الموافقه. قالت لي لا انا مش موافقه، انا هرفض. ياه طب ليه؟ رغم ان هي اصلا كانت تجربه دلوقتي. ليه؟ قالت لي عشان خاطر انا 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 عانيت. يعني ايه السبب الرئيسي اللي خلاها تعاني؟ اعتقد ان يمكن المعاناه بسبب عامه الجواز، مش شرط يكون فرق السن، بس ستات كتير بتعاني. ليه السن هو سبب؟ بتبقى اكتر لما تبقى هي اكبر. مش شرط، يمكن هي حاسه كده عشان هي في الموقف ده، فبتقول يمكن احنا عندنا المشاكل دي بسبب فرق السن، لكن ممكن ان المشاكل دي بتكون بنلاقيها في الناس اللي الراجل هو الاكبر. هي المعاناه طبعا موجوده في حاجات كتير جدا، بس ان انت تعاني اكتر في ايه؟ ان هي تبقى احساسها بيبقى بمعنى احساسها اكتر، هي بتحس اكتر بالمسؤوليه. هو بما ان هو اصغر منها ففرق الاحساس بالمسؤوليه بيبقى اقل، فهي بتبقى حامله الهم تملي، هي اللي شايله الهم تملي، هي اللي في المشكله دائما ابدا، حاسه ان في بالقلق. هو لسه صغير، فحاسس ان عمره قدامه يعني. حاسة يعني تقريبا انا حاسه ان ده طبع على فكره، انا حاسه ان ده طبع، ان في رجاله ما بتشيلش المسؤوليه. اللي عايز يشكط هيشكط، واللي عايز ينطر هينطر، واللي عايز يتجوز اكبر مني. انا مش في الموقف، انا مش حساسيه مفرطه، ما بتكلمش في الاتصال. انا مش حاسه ان الموضوع له علاقه بالسن. اللي عايز يسيطر او ياخد العلاقه ويقود العلاقه، الموضوع ملوش علاقه بالسن. الراجل اللي عايز ده هيعمل يا جماعه. ده وجهه نظر الصراحه. بالظبط، السن رقم شيرين بتقول كلمه والله يعني عجبتني. السن ده رايك عجبتني حبيبتي؟ بالظبط، بس بجد هو رقم، هي طباع وسلوك واتفاق في الاول وفي الاخر. الجواز ده اتفاق، وهم لو متفقين مع بعض خلاص الدنيا هتمشي، لو بينهم مشاكل مش هتمشي، ملهاش علاقه. البطاقه مكتوب فيها مواليد سنه كام بصراحه. انا بتكلم على فكره شخص ونظر على فكره. هستأذنك بس ناخد التليفون نرجع عند حضرتك على طول. الو رانيا. ايوه ازيك يا رانيا. احنا بنتكلم النهارده عن فرق السن ما بين الرجل والمراه في الزواج، ان الرجل يبقى اصغر من الست، فانت رايك ايه في الموضوع ده؟ عندك تجربه؟ لا انا ضد حاجه طبعا، يعني انا شايفه ان ما ينفعش تبقى فرق السن كبير بين الراجل والست. لو الست اكبر منه بكتير دي حاجه غلط، لان من الناحيه الفسيولوجيه الست بتكبر بسرعه، بيظهر عليها علامات السن بسرعه، وبتتعرض لمشاكل كتير. فلو ده حصل له والراجل لسه صغير، هي بتعاني بعد كده والراجل بيعاني برضه. فممكن انا شايفه سنه سنتين بكتير، اكتر من كده انا شايفه مش مناسب خالص. هي هتتعب وهتعاني عشان تبقى بتجري، وشكلها ومظهرها وجسمها وحاجات كتير قوي بتمر بيها الست. وهو في نفس الوقت برضه هو ممكن يعاني، لان هو بيبقى ليه احتياجات وبيحتاج الست معاه في السن بتاعه تبقى مناسبه. فهو بتبقى في فتره ما ينفعش تبقى اكتر من سنه سنتين. بشكرك جدا، شكرا جدا يا رانيا. عندها وجهه نظر، يعني في وجهه نظر في الموضوع. هعرف منكم رايكم ايه على الفكره بتاعتها. قولي لي. لا، اللي عايزه تفضل صغيره هتفضل صغيره. في ناس عندها 50 ستات عندها 50 و60 سنه ومحافظه على نفسها، وفي بنات انا عندي 25 سنه شكلنا عندنا 50 سنه. بالظبط. اللي عايزه تحافظ على نفسها وتفضل مهتميه هتفضل مهتميه. صح. الموضوع ما لهوش علاقه انا متجوزه واحده اصغر مني ولا واحد اكبر مني. بس هنا على فكره لازم نكون متجوزين حد امكانياته عاليه جدا عشان افضل طول الوقت محافظه على نفسي ولا ايه؟ لا بس هقول لك برضه النظريه مهم جدا يا جماعه. ما هو الجواز مش شكلها عامل ازاي شكلها عامل ازاي برضه يا جماعه. الجواز ده بيت ومسؤوليه، فاحنا في الاول وفي الاخر لازم ان هما الاثنين يبقوا متفقين والبيت ماشي والدنيا تمام، وان مفيش مشاكل بينهم وبين الاطفال. فشكلها بقى ايه؟ لو هو متقبل خلاص، هما مبسوطين كده. يعني احنا ليه نقول لا اصل شكلها اكبر مني؟ طب احنا مالنا؟ على فكره محتاجه كمان ان الراجل يبقى مخه كبير قوي. بالظبط. هل احنا ممكن نلاقي مثلا لو في السن الكبير زي ما ساره سالت السن قد ايه؟ لو في السن الكبير اعتقد بتفرق، يعني ما يبقى راجل سنه كبير فخلاص مش بيركز بقى في موضوع ان هي شكلها اكبر منه او شكلها اصغر منه. لو هو سنه صغير اعتقد بتفرق معاه. مش هتفضل كده والله، هي حسب الشخصيه اعتقد. وبرده فرق السن، يعني عارفه ما تقوليش مثلا ايه فرق سنه مش زي 10 سنين. يعني بلاقي مثلا دلوقتي 15 سنه. لا كتير. ازاي؟ لا انا مش شايف ان هو كتير. ازاي يا ايمان؟ لا ايمان استني بقى، انا 15 سنه يعني هي كانت في فتره المراهقه وهو لسه بياخد بيبرونا. يعني ازاي؟ ايوه واحده، انتوا ليه دلوقتي بتتكلموا عن الست ويعني مضطهدين الموضوع؟ لا احنا بنتكلم عن الرجاله بتتجوز واحده اصغر من 20 30 سنه. احنا فاتحين الملف بس. صح العكس، انا ليه دلوقتي بتكلم على ست بتتجوز واحد وبنقول اللي هي ازاي اكبر منه ب 15 سنه وتتجوزه؟ ما بنتكلمش الراجل اللي بيتجوز واحده عيله قد عياله واحفاده. صح. مين اللي قال ان ده مش غلط؟ ده غلط. بالزبط. ده غلط. ده كمان طيب هي المجتمع بيتقبل ده بس ما بيتقبلش ده من الست. لا انا هقول عشان ذكوريه المجتمع العظيمه اللي احنا عايشين فيها. لا بس. انا هقول لك حاجه، التكافؤ مطلوب في كل حاجه، في كل حالات الزواج، ومن اهم يعني اهم بنود التكافؤ السن.
ايوه، ما ينفعش الراجل مثلا يبقى عنده كام سنه ويتجوز واحده اصغر منه. ما في النهايه في علاقات كده بتبقى مكتوب لها الفشل. بس لما ايمان قالت حاجه نقطه مهمه جدا وهي مربط الفرس، انه المجتمع بيتقبل فكره الراجل اللي عنده حاجه و60 وبيتجوز بنت عندها 19 سنه. مش قد كده، زي ما انت متخيله برضه اخره هياخد كلمتين الراجل خد عيله من دور عياله او احفاده، لكن الست هيتم اضطهادها في الشغل وفي الشارع، ودي خطافه رجاله وممكن تبقى ودي عايزه عيل صغير عشان تستغله وترجع شبابها اللي ضاع. يعني بتسمع كلام بشع. صح. بس هناخد راي بقى يعني راي ذكوري الحقيقه عشان نخش برضو ايه فكنا التشابك. الو احمد، ازيك يا احمد؟ رايك ايه في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي يا احمد؟ او انا طبعا يعني الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع الاختلاف، يعني ايه المشكله لو واحد اتجوز يعني واحده اكبر منه؟ يعني انت عندك كام سنه؟ انا عندي 27. تمام. مرتبط اصلا؟ انا خاطب دلوقتي. سنك اكبر مني على فكره. اكبر منك بقد ايه؟ عشان بتفرق. هي مش يعني هو مش الفرق كبير قوي، يعني هو ست شهور يعني. لا ده كانها مش كبيره خالص. لا عادي. بس اقول لك على حاجه، انا لو كانت خطيبتي اكبر مني بثلاث سنين او اربع سنين كنت برضه هخطبها يعني. تحبي تقولي له حاجه يا استاذ سحر؟ هي اكبر من هي اكبر ست شهور. بس هو بيقول لك ما عندوش يعني. بص ست شهور فكره شهور او سنه دي ما تعتبرش فرق. يعني انا بتكلم في الفرق اللي ممكن يبقى مثلا خمس سنين 10 سنين. ما انا بقول لحضرتك سنه زي ما انا شفت مثلا مني. حتى لو كانت اكبر مني بخمس سنين او ايا كان وريفر ايا كان السن ايه، هو كنت برضه هخطبها واتجوزها يعني. عايزه تقولي له حاجه ايمان؟ انا موافقه على اللي هو بيقوله. انا عندي مثلا تجربه من التجارب بتاعتي. شكرا يا شكرا يا بنت صاحبتي متجوزه وهي اكبر من جوزها بخمس سنين بالظبط. هم عايشين كويسين. هي الفكره اللي احنا بنيجي نتجوز بيبقى عندنا ارض مشتركه بيننا وبين اللي احنا بنتجوزه، مش فكره سن ولا فكره امكانيات ولا عشان ابقى افضل كويسه وحلوه فبقى هو عنده امكانيات عاليه. صح. فكره الارض المشتركه ان انت بتديني ايه وانا هديك ايه، واحنا واقفين على ارض شكلها ايه ومساحتها قد ايه، هو ده اللي بيخلي الجواز يكمل. احنا ممكن نكون قد بعض باليوم او هو اكبر مني بكام شهر او كام سنه، بس هو في النهايه هو عايز يسيطر وانا شخصيه قياديه فما نتفقش مع بعض. بس انت بتفكري بشكل في رقي عالي جدا على فكره وفي حكمه كبيره جدا. مش كل الناس. لا مش كل الناس المجتمع اتغير بتفكر بالطريقه دي. لا خلينا نتفق ان المجتمع اتغير زي ما انت قلت في العشر سنين الاخيره. فناس كتير زيي واكبر مني وجيلي وجيل قبلية واكتر اتغير تفكيره وشايف ان ده ما بقاش غلط. هنرجع نكمل الكلام ده، بس في الاول معانا مكالمه دلوقتي من سهى. الو الو سهى. طيب واضح ان الخط اتقطع، هنرجع لها تاني. طب تفتكري امتى يا ايمان المجتمع ممكن يطلع من التابو ده؟ يعني او ممكن نعمل ايه عشان مع الوقت الناس تتقبل ان ممكن تبقى الزوجه اكبر من الزوج وعادي؟ لما نبطل النظرات بتاعه ان الست ضعيفه، الست لازم تكون في ظل راجل، فعشان كده لازم تتجوز واحد ما يبقاش هي اكبر منه علشان يعرف يحميها ويحتويها. لما نبطل نشوف ان الختان حاجه عاديه بالمناسبه، يعني هيبقى ده عادي. ما هو دي من الحاجات ان المجتمع ممكن يتقبلها، بس مش هيتقبل ان الست، في ناس بتتقبل ختان البنات ومش هتتقبل ان الست تكون اكبر من جوزها. لما الناس تقتنع بشغل الست، لما الناس تشوف ان الست من حقها انها تنزل تشتغل كل حاجه. بالمناسبه انا عندي صديقه ليا نجاره. والله فعلا احنا شفنا نماذج كتير. انا شايفه ان الستات بقت تقدر تعمل كل حاجه. صح. فالمجتمع لما يتقبل الناس دي بكل اشكالها، يتقبل البنت اللي ماشيه بشعرها منكوش، البنت المنقبه، ساعتها المجتمع ممكن يتقبل ده. صح. لو سهى بس رجعت معانا تاني المكالمه. الو الو الو، ازيك يا سهى؟ الحمد لله تمام. قولي لنا يا سهى، هل انت مرتبطه؟ وجوزك عنده كام سنه؟ اكبر منك ولا اصغر؟ اصغر برضه ست شهور. خمس ست شهور يعني. خمس ست شهور. تمام. طب انت حاسه ان ده عادي ولا حاسه ان في فرق رغم ان هي مجرد كام شهر؟ لا هو انا بصراحه مش حاسه خالص. يعني هو طبعا فرق السن على حسب سنتين ثلاثه لحد الرينج ده انا شايفاه معقول، بيبقى الشخصيه هي اللي تحكم الموضوع. بس لو سن اكبر من كده ممكن انا فعلا ما اتقبلش. بس انا بالنسبه لي من الكيسز اللي شفتها حواليا، يعني هو اهم حاجه شخصيته هو ايه معاها وهي شخصيته ايه معاها. تمام. في ناس كتير سنها كبير وبحس ان هي مخها صغير قوي. صحيح. صح. بتفرق جدا عند الشخصيه. بشكرك جدا غاده. الو الو ندى. ايوه ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. عندك راي في الكلام اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، فرق السن ما بين الزوج والزوجه وتكون الزوجه اكبر؟ ايوه والله، بس انا هحكي عن تجربتي الشخصيه لان يعني ما عنديش خبره كبيره، بس هحكي على تجربتي الشخصيه. اتفضل. انا متجوزه كنت متجوزه واحد اكبر مني ب 20 سنه. ما كانش في اي رابط بيني توافقي او فكري او حتى يعني جسمي، ما فيش توافق خالص.
ومع ذلك يعني لما بيبقى في ولاد الواحد بيصبر وبيستحمل، انما بعدين بتكتشفي انك انت من جيل وهو من جيل، حتى في طريقه اللبس مختلفين، في شكل البيت مختلفين، يعني بتحسي انه الاختلاف الجيل بتفرق كتير. فيعني انا شخصيا يعني لو بنتي كانت حابه حد اكبر منها انا هرفض ان انا اجوزها حد اكبر منها، بس ده لا يعني انه في ناس صراحه اكبر، ست اكبر من راجل او راجل اكبر من ست بكتير، بس بيتوافقوا، بس ده بيبقى من عند ربنا. بس اغلب الحالات اللي انا شفتها كلها فاشله لو في فرق سن اكتر من 10 سنين. بشكرك جدا جدا. شكرا. طب معانا دلوقتي ايه؟ الو الو ايه، ازيك يا ايه؟ انت مرتبطه؟ لا. طب وايه رايك بقى في موضوعنا النهارده؟ هل ممكن تتجوزي واحد يكون اصغر منك؟ هو انا عامه يعني موضوع في رايي اصلا هو يعني هو بيبان على الشخصيه، يعني دايما الناس بتبص على فكره ان الراجل عنده كام سنه والست والبنت عندها كام سنه، مستواها المعيشي قد ايه وهي مستواها المعيشي قد ايه. يعني انا بالنسبه لي دي كلها بتبقى على حسب الشخص. فكره ان الشخص يبقى ممكن على، يعني انا ممكن اتجوز واحد اكبر مني ب 10 سنين بس هو تبقى دماغه تفكيره محدود في حته معينه، هو على حسب تفكير البني ادم، على حسب الاكسبيرينس بتاعت البني ادم في حياته. ممكن يعني حضرتك ممكن تقعدي مع شخص عنده 29 سنه قبل ما تعرفي سنه تحسي ان هو عنده 22 سنه، بس لما تعرفي سنه بتصدمي. فبالنسبه لي الموضوع على حسب الشخصيه، يعني في ناس بتعرف، يعني انا ممكن يعني كآية اعرف اتعامل مع حد اكبر، يعني انا ابقى اكبر منه او تمام. يعني مش عارفه على حسب اللي هتبقى قدامي. شكرا جدا. احنا معانا دلوقتي تليفون خاص جدا من اول مأذونه في مصر، وهي المأذونه امل سليمان. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه امل، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. احنا النهارده بنتكلم في موضوع الحقيقه بدانا نشوفه في المجتمع، وهي انه الست ممكن تتجوز رجل يصغرها في السن ممكن بست وتسع سنين كمان. كان معانا تقرير من شويه ست متجوزه راجل اصغر منها بتسع سنين، رايك ايه في الموضوع ده؟ هل بيتكرر؟ بتشوفيه بيحصل في المجتمع ولا لا؟ هو انا بشوف طبعا، بس بتبقى مش حالات متكرره بصوره منتشره للغايه يعني، انما موجود طبعا. لكن انا هشارك برايي الشخصي وكل واحد حر في اللي هو بيختار. انا بشوف ان اول حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالتكافؤ في عمليه الزيجه، وهي تناسب السن وتناسب الوضع الاجتماعي وتناسب الحاله الماديه او الحاله الاجتماعيه للاثنين. فانا الفطره ان دايما الزوج هو بيكون ليه القوامه وبيكون هو اكبر وهو اللي بيقود البيت، فبيبقى وضع يعني نوعا ما مش متعودين عليه ان تكون الزوجه اكبر من الزوج. لكن يعني مش في كل الاحيان بتنجح الزيجه، لان ساعات عندي بيحصل كده بعد فتره معينه بيجي الزوج الصغير ده بيتمرد، هو بيبقى مثلا موافق على الوضع ده لظروف معينه غالبا بتبقى عنده، ان هو مثلا يعني مش اغلب الاحيان بيبقى ان هو بيحبها او هو عشان خاطر في اسباب اخرى متبادله، بيبقى مثلا عنده نقص في الحاله الماديه، نقص في الحاله الاجتماعيه، عايز واحده تحتويه تساعده في ظروفه. اول ما بيشبع واول ما بيحس ان هو يعني شايف نفسه شويه بيبتدي بقى يتمرد، وان هي ما تعجبوش، وان هو يحس ان هو كتير عليها يعني. انما مش كل الحالات طبعا، يعني مش هنقول ان دي قاعده لان في حالات بتنجح وبتكمل. مظبوط. انما هنقول نصهم ممكن ان الزوج بعد كده بيتمرد اول ما بيشبع خلاص. ما بتبقاش الزوجه دي هي المال يعني. شكرا جدا لك يا استاذه امل على تليفونك ومداخلتك لينا النهارده. استاذه سحر، يعني تقريبا احنا سردنا معظم الاراء دلوقتي، انه في ناس بتوافق بس تقريبا الموافقه كلها على انه حسب شخصيه الرجل عامله ازاي وبيفكر ازاي، هنا بتبقى نسب النجاح العلاقه بتكون اكبر. رايك ايه؟ بس انت لو لاحظتي ان معظم الموافقين فرق السن قليل، ما شفناش فرق سن مثلا 7 سنين 8 سنين، حاجات دي كلها ما شفناش الاراء ايه، ما سمعناش عن ردود افعال تجارب شخصيه. يعني ايمان موافقه ما عندهاش تجربه شخصيه، او ممكن تكون شافت اصحابها ويمكن الناس ما بتحبش تطلع كل حاجه موجوده يعني في اسرار البيوت. لكن انا عن نفسي ممكن انا ما اكونش موافقه لاسباب شفتها، الناس ما اعرفش ردود الافعال رايهم ايه في التجارب الشخصيه. 6 شهور دي ما تعتبرش سن، فرق سن. لا ما تعتبرش طبعا. ما تعتبرش فرق سن. طب ايمان هسالك سؤال، لو في يوم من الايام بنتك جت واتجوزت واحد اصغر منها في سن، اوكي؟ وفي يوم من الايام حصل بينهم مشكله وقال لها انت يا امي، والكلمه دي جرحتها.
وجت وقالت كده يا بتقال من همه خد قد امه بالظبط. ولو بقى اتضايقت وجت قالت لك يا ماما قال لي كذا تقولي لها ايه؟ تمام هقول لها ان هي اللي اختارته، حابه تكمل وتعدي الجمله وتنساها تمام، مش حابه يعني ربنا عمل الطلاق فالناس تتطلق يعني، بس ده كل الموضوع موضوع بسيط يعني. طب واستاذه صحر لو بنت حضرتك في يوم من الايام كانت متجوزه من واحد برضو اصغر منها ولاي سبب ما كان في مشكله ما بينهم وهي مصممه ان هم يفضلوا في الجوازه دي هتنصحيها بايه؟ هي مصممه؟ اه هي اللي اختارت، بس فكره ان 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 فكره الطلاق مش سهل للدرجه اللي الناس متخيله دلوقتي بقى مختلف. لا هو برضو افكار كلها الطلاق بقت عاليه جدا بسبب نسب صحة. عاليه بس مش صح. لا ما احنا مش لازم نقول كل حاجه. لا هو غلط الناس ان الحد يفكر ان هتاخد وتجرب وما كانش بقى طلق. لا الفكره دي مش صح. لا انا اقصد اقول انه لما بيكون في طرف من الطرفين متضرر مش قادر يكمل بقى بالنسبه له خطوه الطلاق انه ياخدها بقت اسهل بقت سهله جدا. ليه؟ لان مفيش رجوع للكبير. كنت عمالي بيبقى التفكير من مخهم والاختيار من مخهم، الجواز من مخهم والطلاق من مخهم. عشان كده بقول لازم الام والاب يبقى هم في البدايه الريفرنس بتاع اي حد داخل على مرحله الجواز. من حق الام من حقهم ان هم يسمعوا ابوهم وامهم، ان هم يسمعوا ان هم يقولوا لهم ان لازم التكافؤ في كل حاجه بالنسبه للجواز عشان في النهايه يبقى جواز ناجح. تمام انا بشكركم جدا جدا على وجودكم معانا النهارده، انتوا نورتونا ونورتوا عسل ابيض ومفيش عسل اكتر من كده. ان شاء الله اشوفكم في حلقه ثانيه جديده نتكلم برده ونفتح ملف خاص ملفات كتير خاصه بالمراه لانه احنا عندنا الحقيقه كلام كتير قوي قوي وملفات كتير قوي احنا هنتكلم عنها اكيد. بشكر جدا استاذه سحر على وجودك معانا النهارده، استاذه سحر طبعا الاعلاميه الكبيره الاستاذ سحر عباس وهي كبير مذيعات التلفزيون المصري، ومعانا كمان الاعلاميه ندار انا بشكرك ايمان ندار انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. ميرسي بشكركم. بشكرك يا شيرين. ميرسي يا بنتي. وخلاص بقى الويك اند بقى ونتقابل ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله. اكيد بشوفكم بكره ان شاء الله، مش بكره بقى خلاص يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله في عسل ابيض. ويك اند سعيد عليكم كلكم.